هل فكرت يوماً أن التعاطف مع مشاعر أطفالك قد يساعدهم في إدارة سلوكياتهم؟ نعم، التعاطف، فهو يساعدك في فهم احتياجات طفلك والتفاعل معه بطريقة تدعم نموه وتطوره. دعونا نشاهد خطوات التعاطف الأربع التي سيقوم بها هادي للتواصل مع بسمة ومساعدتها في التعامل مع مشاعرها. لا ما زوزة، لا تحركتي، ما عم بقدر أكمل. معزوزة لو سمحتي، إنه بدي إياك تضلي مكانك وما تتحركي عشان أقدر أرسمك. شكراً. هلأ نرجع نكمل. معزوزة هاي رح تكون أحلى رسمة إلك في العالم. الخطوة الأولى، هادي سيسأل بسمة عن شعورها. دعونا نشاهد. بسمة؟ إيش في؟ إيش مالك؟ هادي أنا حاسة بالإحباط، أنا كتير محبطة. بسمة حاسة بالإحباط؟ الخطوة الثانية، هادي سيسأل بسمة عن السبب الذي جعلها تشعر بهذا الشعور. طب ليش؟ إيش صار؟ إيش اللي خلاكي تشعري هيك؟ بس هي بتضلها تتحرك، كيف بدي أرسمها؟ كيف؟ الخطوة الثالثة، وهذه الخطوة مهمة جداً، هادي لن يعترض على شعور بسمة وسيعترف به حتى لو كان يرى أن الموضوع بسيط من وجهة نظره. أنت حاسة بالإحباط، بعرف هذا شعور كثير مزعج، وعلى فكرة طبيعي إنه كلياتنا نحس بهذا الشعور، كلنا بنحس فيه بسمة. عن جد؟ طبعاً، أنتي بتفكري أنا الوصفات العظيمة من أول مرة بتزبط معي؟ لا طبعاً، طل أحاول وأحاول وأحاول وأجرب ومرات ما بتزبط حتى. يعني حتى أنت؟ طبعاً بسمة، كلياتنا بنحس بالإحباط مرات. والآن الخطوة الرابعة والأخيرة، سنرى هادي يساعد بسمة في التعامل مع مشاعرها القوية ويساعدها في إيجاد الحل المناسب. طيب هادي، يعني لما أنت تحس بالإحباط إيش بتعمل؟ إيش؟ بحط إيدي على بطني وبتنفس، لأنه هذا الإشي كتير بيساعدني أستعد للتركيز. يلا نحط إيدي على بطننا ونتنفس. يلا شهيق، زفير، شهيق، زفير. بتعرف شو؟ أنا حاسة حالي أحسن شوي. بدي أجرب كمان مرة. يلا. هادي؟ عندي فكرة. إيش؟ شو رأيك لو نعطي معزوزة بسكوتة؟ أنا برسمها وهي عم تاكل. فكرة كتير عظيمة بسمة، أنا متأكد رح تطلع أحلى رسمة. معزوزة تفضلي. صحتين. بسمة أنا كتير مبسوط إنك قدرتي تتخلصي من شعور الإحباط. شكرا هادي. كما رأيتم إنها فقط أربع خطوات بسيطة، فمن خلال التعاطف مع مشاعر الأطفال القوية أنت تساعدهم في اكتساب طرق جديدة للتعامل مع مشاعرهم القوية وفي بناء ثقتهم بأنفسهم وفي اكتساب مهارة حل المشكلات والمثابرة والاستمرار في المحاولة.